الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الدولي الإنساني، لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 172 حتى 183. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. سنتناول الوحدة التعليمية السادسة في تسجيلين. الوحدة التعليمية السادسة، دور الهيئات الدولية المختصة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر. أولاً تعريفها: اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤسسة إنسانية مستقلة، تأسست في جنيف سنة 1863، وأقرتها اتفاقيات جنيف والمؤتمرات الدولية للصليب الأحمر، ولها وضعها الخاص، وطرف مؤسس للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتخضع اللجنة كجمعية للمادة 60 وما يليها من القانون المدني السويسري، وتتمتع بالشخصية القانونية. والمقر الرئيس للجنة الدولية هو جنيف، وتتكون شارة اللجنة الدولية من الصليب الأحمر على أرضية بيضاء، وشعارها هو الرحمة وسط المعارك، وتعتمد أيضا شعار الإنسانية طريق السلم. ثانيا دورها، حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي دور اللجنة الدولية، هو بخاصة القيام بما يأتي: صون ونشر المبادئ الأساسية للحركة، ألا وهي الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والطوعية والوحدة والعالمية، الاعتراف بكل جمعية وطنية يتم إنشاؤها أو يعاد تنظيمها على أن تتوفر فيها شروط الاعتراف المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة، واختار الجمعيات الوطنية الأخرى بهذا الاعتراف، الاطلاع بالمهام التي توكلها إليها اتفاقيات جنيف، والعمل على التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني المنطبق في النزاعات المسلحة، وتسلم الشكاوي بشأن أي إخلال مزعوم بهذا القانون، العمل في جميع الأوقات بوصفها مؤسسة محايدة تمارس نشاطها الإنساني بوجه خاص في حالات المنازعات المسلحة الدولية أو غيرها أو الاضطرابات الداخلية، على تأمين حماية ومساعدة الضحايا العسكريين والمدنيين للأحداث المذكورة وما يترتب عليها من عواقب مباشرة، تأمين سير عمل الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، المساهمة في تدريب وإعداد العاملين والمستلزمات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الوطنية والخدمات الطبية العسكرية والمدنية والسلطات المختصة الأخرى تحسباً للمنازعات المسلحة، العمل على تفهم ونشر القانون الدولي الإنساني المنطبق في المنازعات المسلحة، وإعداد ما قد يلزم من تحسينات لتطويره، الاطلاع بالولايات المخولة لها من قبل المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المؤتمر الدولي. يجوز للجنة الدولية أن تأخذ أي مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين على وجه التحديد، وأن تدرس أي مسألة
يقتضي الأمر أن تدرسها مؤسسة من هذا النوع. ثالثاً، علاقة اللجنة مع عناصر الحركة. بيّنت المادتان الخامسة والسادسة من النظام الأساسي علاقة اللجنة مع عناصر الحركة الأخرى وخارجها كما يلي: تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الجمعيات الوطنية، وتتعاون بالاتفاق معها في المجالات ذات الأهمية المشتركة، مثل إعدادها للعمل في حالة النزاعات المسلحة، واحترام اتفاقيات جنيف وتطويرها والتصديق عليها، ونشر المبادئ الأساسية والقانون الدولي الإنساني. في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 دال من المادة الرابعة، والتي تقتضي تنسيق المساعدة التي تقدمها الجمعيات الوطنية من بلدان أخرى، وتتولى اللجنة الدولية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للبلد المعني أو البلدان المعنية هذا التنسيق وفقاً للاتفاقات المبرمة مع عناصر الحركة الأخرى. تقيم اللجنة الدولية علاقات وثيقة مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتتعاون معه في المجالات ذات الأهمية المشتركة وفقاً للنظام الأساسي للحركة والاتفاقات المبرمة بينهما. العلاقات خارج الحركة: تقيم اللجنة الدولية علاقات مع السلطات الحكومية وجميع المؤسسات الوطنية أو الدولية التي ترى فائدة في التعاون معها. رابعاً، المزايا والحصانات داخل الاتحاد السويسري. تقديراً للدور الإنساني الكبير والتاريخ الذي دونته اللجنة الدولية ولخصوصية ارتباطها بالاتحاد السويسري منذ النشأة الأولى، فقد أبرم اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا في 19 من آذار 1993 بيرن. اعترف فيه المجلس الاتحادي السويسري بالشخصية القانونية للجنة الدولية للصليب الأحمر وبأهليتها القانونية في سويسرا، والتي ترسخت مهماتها في اتفاقيات جنيف سنة 1949 وفي بروتوكوليها الإضافيين سنة 1977، وكذلك في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وحرصاً على أداء اللجنة لمهامها على أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، فقد منح الاتفاق حصانات ومزايا وإعفاءات كثيرة، إذ ضمن المجلس الاتحادي السويسري استقلال اللجنة وحرية عملها، كما منح الاتفاق حرية اللجنة في أماكن العمل، بحيث لا تمس المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة التي تستعمل لأغراض اللجنة، بغض النظر عن مالكها، ولا يجوز لأي من رجال السلطة العامة السويسرية أن يدخلها دون موافقة صريحة من اللجنة. ويختص رئيس اللجنة وحده أو ممثله المرخص له على الوجه الصحيح بالتنازل عن هذه الحرمة، كما منح الاتفاق حرمة لمحفوظات اللجنة لما تتضمنه من أسرار اجتماعية وإنسانية بالغة الخطورة غالباً، فلا تمس محفوظات اللجنة، ومد الاتفاق الحرمة إلى كافة الوثائق وحاملات البيانات التي تملكها اللجنة أو تكون في حوزتها في كل وقت وأينما كانت موجودة. خامساً، دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار تطبيق اتفاقيات جنيف. واكبت اللجنة الدولية الاتفاقيات منذ توقيعها، لكن اللجنة ليست مالكة القانون، إنما تلعب دور الوسيط الذي يذكر الأطراف المتنازعة بواجب التزام القانون الدولي
عن طريق تزويد حكوماتها ملخصاً عن القواعد الخاصة بالحروب للتأكد من أن القوى المسلحة تحترم المدنيين وحقوقهم وكذلك الأسرى والجرحى والممتلكات الدينية والمستشفيات، ومن ثم تتدخل اللجنة ميدانياً للتأكد من تطبيق القانون على أرض المعركة ولإخلاء الجرحى وتأمين الأدوية والملجأ. وفي حال خرق القانون نجمع المعلومات التي تظهر هذا الخرق ونقدم التقارير للدولة التي قامت بالخرق من أجل تحمل مسؤولياتها وتصحيح الأخطاء. وهنا يتوقف نجاحنا في مهمتنا على وجود الإرادة السياسية في تطبيق القانون ووقف الخروقات. لذلك نشدد باستمرار على ضرورة احترام القانون، ونناشد الدول والجماعات المسلحة من غير الدول التي تلزمها قواعد الاتفاقيات أيضاً التحلي بالإرادة السياسية الضرورية من أجل ترجمة أحكامها القانونية إلى واقع على الأرض. أقر المجتمع الدولي منذ فترة طويلة بدور اللجنة الدولية في العمل من أجل التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشره، كما تعمل المنظمة على تطبيق هذا القانون بشكل أمين وبوسائل عدة، منها تذكير الأطراف في النزاع المسلح بواجباتها القانونية المنصوص عليها في المعاهدات التي تكون طرفا فيها مثل معاهدات جنيف، والواجبات التي يفرضها القانون الدولي العرفي، كما أن هناك معاهدتين أخريين تتعلقان بالنزاعات المسلحة هما البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيات جنيف 1949، واللذان تفاوضت عليهما الدول الأطراف في مؤتمر دبلوماسي دولي بين عامي 74 و77. والبروتوكولان الأول والثاني هما معاهدتان دوليتان انضمت إليهما أغلب الدول، 164 دولة طرفا في البروتوكول الأول و160 دولة طرفا في البروتوكول الثاني. ولا تدعي اللجنة الدولية ولم تدعي أبدا أن دولة ليست طرفا في هاتين المعاهدتين ملزمة بهما، إلا أن عددا من الدول يعتقد بأن أجزاء كبيرة من هذين البروتوكولين تعكس القانون الدولي العرفي الملزم للدول بغض النظر عن وجودها في معاهدة تكون الدولة المعنية طرفا فيها. ولا تستطيع اللجنة الدولية نفسها ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، ولكنها تحث الدول والأطراف في النزاعات المسلحة على احترام هذا القانون وضمان احترامه. وللجنة دور خاص أثناء القيام بمهام المساعدة والحماية القانونية، لأنها على اتصال بالضحايا وبأطراف النزاع، وعبر مندوبيها تلفت نظر السلطات المختصة إلى أي انتهاك يقع، وتقوم بالدور الوقائي اللازم حتى لا تتكرر الانتهاكات. وبما أن النظامين الأساسيين لها وللحركة العالمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر يسمحان لها بتلقي أي شكوى حول انتهاكات ما للقانون الإنساني، فإنها تقوم بالمساعي اللازمة لدى السلطات المعنية، وهي مساع سرية مبدئيا، لكن قد تخرج إلى حيز العلن وفق الشروط المحددة. سادسا، دور اللجنة في نشر القانون الدولي الإنساني والتدريب عليه. تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لنشر ثقافة أنسنة الحرب عبر
عبر تعميم المبادئ الإنسانية من جهة، والتذكير بقواعد القانون الدولي الإنساني والموجبات القانونية على انتهاكها من جهة أخرى. ومن خطواتها في هذا الشأن الندوات المحلية والإقليمية والدورات التدريبية وورش العمل والإعلانات وغيرها. ويذكر هنا إعلان سان خوزيه كوستاريكا من 18 إلى 21 حزيران يونيو 1991. توصيات إعلان سان خوزيه كوستاريكا. تضمن إعلان سان خوزيه كوستاريكا من 18 حتى 21 يونيو 1991 نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومما جاء فيه إن المشتركين في الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سان خوزيه كوستاريكا من 18 حتى 21 حزيران يونيو 1991 اعتمدوا النتائج والتوصيات الرئيسية التالية. يفترض تنفيذ سكوك النظام الدولي لحماية الفرد تنسيقا في جميع المراحل. تلتزم السلطات المختصة في الدولة بأن تدرج في تشريعها الوطني التدابير الضرورية لتنفيذ أحكام معاهدات حماية الفرد، وتتمتع هذه المعاهدات بطبيعتها بقوة التطبيق المباشرة. يتعين على أجهزة الدولة التي تملك السلطة التنظيمية أن تبذل المساعي الضرورية لكي تحمي أحكام المعاهدات بالفعل والأشخاص الذين تتعلق بهم. يجب تعميق معارف وقدرات السلطات القضائية في مجال تطبيق القواعد الدولية السارية. التدابير التي اقترحها مؤتمر سان خوزيه كوستاريكا. اقترح الإعلان اتخاذ التدابير التالية ذات الأولوية لبلوغ هذه الأهداف: تكثيف نشر القانون الدولي الإنساني وإدماجه في برنامج تدريب القوات المسلحة وقوات حفظ الأمن العام والموظفين الحكوميين المسؤولين عن تطبيقه، تشجيع تعيين أو إنشاء جهاز وطني للتنسيق ومساعدة سلطات الدولة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، يعمل بالتعاون مع الجمعية الوطنية للصليب الأحمر وبقدر الإمكان مع هيئات تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، إذكاء الوعي العام لدى السكان لتشجيع السلطة التشريعية والأجهزة المختصة على إقرار وتجسيد وتصديق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، الالتزام بتزويد المؤسسات الدولية المختصة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتشجيع المساعدة المتبادلة بفضل تبادل المعلومات، وتأمين إنتاج وثائق مناسبة مما يعتبر أمرا حيويا لعملية التدريب والنشر، تشجيع الدول على إنشاء أجهزة دولية للوقاية والمراقبة، وبصفة خاصة الاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي نصت عليها المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 77، التشجيع على مراجعة وتنقيح التشريعات الجزائية لتطبيق العقوبات التي تفرض في حالة عدم مراعاة القانون الدولي الإنساني أو انتهاكه، توسيع وتعميق التعاون بين الهيئات الدولية لحماية الفرد من أجل القيام بعمل منسق لتطبيق جميع حقوق الفرد الإنساني، تشجيع الدراسات على المستوى الوطني لتعيين الثغرات التي يتعين سدها في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والتدابير التي يمكن اتخاذها تبعا لواقع البلد المعني. وتحدث المسؤول الإعلامي في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيد كريستيان كاردون دوليختبور عن المساعي التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تعريف المجتمعات بالقانون الدولي الإنساني، وأشار في هذا الإطار إلى دورات تدريبية يتابعها عناصر القوى الأمنية
وأشخاص من المؤسسات الحكومية والوزارات للإلمام بتفاصيل القانون المذكور. وأضاف: في لبنان بدأنا العمل مع الجيش اللبناني منذ سنوات في برنامج تعليم القانون الدولي الإنساني الذي يشمل تدريب مدربين من ضباط الجيش ليقوموا بعدها بالمهمة نفسها مع مجموعات أخرى. كذلك ندعم الجيش اللبناني عبر إرسال ضباط إلى الخارج لمتابعة دورات تعليمية خاصة بالخبراء والمتخصصين. وقد وصل الجيش إلى مرحلة من الاستقلالية تؤهله لتعليم القانون الدولي الإنساني والتدريب على قواعده. وأشار السيد دولخت بور إلى أن البرنامج التدريبي في لبنان لا يقتصر على عناصر الجيش فحسب، وإنما يطال أيضاً المجموعات المسلحة ضمن المخيمات الفلسطينية وكذلك عناصر حزب الله. وأضاف: باشرنا تنظيم دورات مع عناصر من هذه المجموعات لتعليمهم الحد الأدنى من الحقوق والواجبات الخاصة بالحروب كاحترام حقوق المدنيين والجرحى وأصول العناية الطبية. وتابع: يشمل برنامجنا أيضاً تلامذة الجامعات، حيث نعمل حالياً على دعم فريق مؤلف من 3 تلاميذ سيسافرون إلى كندا للمشاركة في مسابقة دولية حول القانون الدولي الإنساني. وأضاف أن دعم الجامعات يتم أيضاً عبر تدريب بعض الأساتذة الجامعيين وتزويدهم كتباً ووثائق حول القانون الدولي الإنساني. وناشد كريستيان وسائل الإعلام لأداء دورها في تعريف المواطنين إلى القانون الدولي الإنساني والتفريق ما بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المطلب الثاني: الأطراف المتعاقدة واللجنة الدولية لتقصي الحقائق. أولاً، الأطراف المتعاقدة: تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالعمل على احترام الاتفاقيات وفرض احترامها وبنشرها على نطاق واسع، ويبدأ الإعداد لذلك زمن السلم من خلال وضع البرامج العملية وترتيب الإجراءات الملائمة لذلك. وقد أناطت اتفاقيات جنيف بالدول المسؤولة عن سن التشريعات والنظم الكفيلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، وأوكلت إليها مهمة إدراج أحكامه في برامج التعليم العسكرية والمدنية. وحمل الأطراف المتعاقدة وليس المتحاربة فقط على التقيد بالقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، لكن اتفاقيات جنيف لم تذكر وسائل لفرض احترامها، بل تركت للأطراف المتعاقدة حرية الاختيار والتي يقع عليها المسؤولية عن سلوك من يمثلونها، فلا بد من إعداد الأشخاص وتدريبهم ليصبحوا مؤهلين قادرين على تنفيذ ما التزمت به دولتهم. وإلى جانب الحرص على توفير الخبرة والكفاءة لدى المسؤولين العسكريين والمدنيين بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، يجب دعم القوات المسلحة بمستشارين قانونيين لمساعدة القادة على الاطلاع بمهامهم كاملة ولتقديم الرأي والمشورة عند الحاجة. ثانياً، اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. أضاف البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 هيئة جديدة إلى آلية تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وهي اللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وإذا كان إطار عملها محدداً فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، إلا أن أعضاء هذه اللجنة أقروا إمكانية قيامها بأعمال التحقيق في النزاعات الداخلية إذا وافق أطراف النزاع على ذلك. وقد دخل عمل اللجنة رسمياً إلى حيز التنفيذ عام 1992، أي عام واحد بعد موافقة 20 دولة على اختصاصها. وتعتبر اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الأداة التي يطبق من خلالها القانون الدولي الإنساني،
والتي أوجدها المؤتمر الدبلوماسي في العام 1974، والتي أقرت بموجب البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف. وتنص المادة 90 من البروتوكول الأول على كيفية تشكيل هذه اللجنة، حيث يناط بهذه اللجنة القيام بمهام هي: التحقيق في أي واقعة يفترض أنها تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، تيسير العودة للتقيد بأحكام القانون الإنساني من خلال مساعيها الحميدة، ويكون للجنة هذا الاختصاص إذا أعلنت الدول الأطراف قبولها مهام اللجنة. يمكن للجنة في حالات معينة فتح تحقيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع شريطة قبول الدولة الأخرى المعنية، وتسلم اللجنة تقاريرها السرية إلى الدولة التي أوكلت إليها هذه المهمة. وكون أن عملية التحقيق بكاملها تخضع لموافقة الأطراف المتحاربة، فهذا يشكل أحد أهم الأسباب التي يرجع إليها عدم وجود أي نجاح يذكر، إضافة إلى أن واقع النزاع المسلح لا يلائم إمكانية إجراء تحقيق بطلب من الخصم. ولهذا لم يكن لهذه الوسيلة من وسائل فض النزاعات الأثر الملموس في الحد من النزاعات المسلحة وما ينتج عنها من انتهاكات. وحرصا على تلافي نقائص الوسائل المذكورة في الاتفاقيات الأربع، خاصة بعد تجارب واقع العلاقات بين أطراف النزاع، حاول المؤتمر الدبلوماسي بعث جهاز تحقيق بموجب نص قانوني وفي المادة 90 من البروتوكول الأول المتعلقة باللجنة المذكورة. تكون مهمة هذه الأخيرة التحقيق في أي عمل يوصف بأنه خرق أو انتهاك جسيم بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكول، تسهيل العودة إلى الالتزام بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول بفضل المساعي الحميدة التي تبذلها لجنة تقصي الحقائق. وقد عقدت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنصوص عليها في المادة 90 من البروتوكول الأول اجتماعها الأول في 12 و13 من آذار 1992 في مدينة بيرن مقرها الجديد، بناء على دعوة الحكومة السويسرية بصفتها أمين إيداع اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين. وتتمثل مهمة اللجنة التي دخلت حاليا في طور العمل في التحقيق أساسا في كل ادعاء بانتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول. وفضلا عن ذلك، أعربت اللجنة عن استعدادها للتحقيق في كل انتهاك للقانون الإنساني، بما في ذلك كل انتهاك يرتكب في الحروب المدنية شرط موافقة كل أطراف النزاع على ذلك. ومن أهم الموضوعات التي أدرجت في جدول أعمال اجتماع اللجنة انتخاب رئيس اللجنة ونائبيه وإقرار النظام الداخلي للجنة. وانتخبت اللجنة الدكتور إريك كوسباخ النمسا رئيساً، والأستاذ غالب جلالي الجزائر، وسير كينيث جيم كيث نيوزيلندا بصفتهما نائبي الرئيس الأول والثاني على التوالي. أما النظام الداخلي للجنة الذي يشمل المسائل التنظيمية ومجمل المسائل المرتبطة بمهمات التحقيق التي من المحتمل أن تدعى اللجنة إلى الاطلاع بها في المستقبل، فإنه لم يعتمد بالكامل في نهاية هذين اليومين. ويتعين على اللجنة أن تنتهي من وضع هذا النص حتى مطلع شهر تموز على أقصى تقدير. وتكونت اللجنة في سنة 1991 من أعضاء منتخبين لخمس سنوات مقبلة حينها. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أغلبية الشخصيات التي انتخبت ترتبط باللجنة الدولية للصليب الأحمر بعلاقات وثيقة منذ سنوات عديدة. وقد أصدرت 26 دولة حتى الآن الإعلان المنصوص عليه في المادة 90 من البروتوكول الأول، وأعلنت فيه أنها تعترف قانوناً ودون اتفاق خاص باختصاص اللجنة بالتحقيق في أي ادعاء ضد أي منها بارتكاب انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول. وهذه الدول هي السويد، فنلندا، النرويج، سويسرا، الدنمارك، النمسا، إيطاليا، بلجيكا، أيسلندا، هولندا، نيوزيلندا، مالطا، إسبانيا، ليخنشتاين، الجزائر، روسيا، بيلاروس،
أوكرانيا، أوروغواي، كندا، ألمانيا، تشيلي، هنغاريا، قطر، توغو والإمارات العربية المتحدة. ومثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاجتماع الأستاذ دانييل تورو عضو اللجنة والسيد برونو زيميرمان الرئيس المساعد لشعبة الشؤون القانونية. وتمكنت بذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المشاركة في أعمال اللجنة الدولية لتقصي الحقائق وتأكيد استعدادها من جديد للتعاون في نطاق تفويض كل من المؤسستين، وهذه اللجنة مفتوحة للدول فحسب وليست هيئة قضائية، إنما هي جهاز دائم محايد غير سياسي، وتتكون من 15 عضوا على أساس التمثيل الجغرافي العادل، وينتخب الأعضاء لمدة 5 سنوات. سنتابع المطلب الثالث في التسجيل القادم، نظام السلطة الحامية والمحاكم الدولية. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.